مستدعين على جنب. انا طالب يعني ما شاء الله طالب. ترى ترى فتح والله والله انا طالب يعني انا فتحت باب الرزق هذا اطالب 50%. انا اشكرك. شوف الشيء بالشيء يذكر تمام. انت قلت مثلث برمودا صح ولا ابو الشيء بالشيء يذكر. تدري انت سويت الان إيش؟ اعطيت معلومه احد ما يدري عنها. حلو. ايش هو مثلث برمودا؟ الله بتكلم لكم عن مثلث برمودا. يلا مثلث برمودا تعرف عنه صدق لاني من زمان ابغى اعرف عن مثلث برمودا. طيب يا عيال ايش فيكم؟ إذا انت من زمان تبي تعرف ركز الحين. مجيد الحين مجيد مو ونسى. انا متى قلت سالفه استهبال؟ انا لما تساوي يعني انا شخص شخوص جد. الاستهبال قال يا ابو برزيقه والله هم بعد ما يصير هم بعد ما يصير صح؟ شفت مثلث برمودا هذا طبعا الى الان ما اكتشفوا ايش المشكله. هي بقعه على شكل مثلث ولا هي على شكل مثلث؟ هم اخذوا النقطه اللي التقوا فيها هنا يقدرون يقطعون فيها بالمراكب والطائرات والنقطه اللي من هنا والنقطه اللي من هنا فقالوا ان هالبقعه هذه قد تكون دائره هي وقد تكون مثلث لكن هي سمت مثلث برمودا ليش؟ طيب كبيره 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 مره كبيرة بالكيلوات يعني ولا اي بالكيلوات يا حلال مو كبيره لا كبيره صغيره لا مثلث برمودا منطقه كبيره ادري عنك بالله والله اقسم بالله هذا الشيء أو راح العلي لا ما ادري كيف مثلث برمودا هذه منطقه كبيره مادري. تقع وين ما بين الامريكتين تمام شماليه وجنوبيه بين امريكا الشماليه والجنوبيه لكن مو على حدودها يعني متطرفه قرابه 60 ميل في البحر 60 ميل في البحر جهه الشرق تمام يحد فيها جزر تمام هذه متى اكتشفوا المنطقه هذه في عام 1924 طيارة فقدت هناك وآخر نداء لها أغيثونا أغيثونا ما يدرون طبعا من على مر التاريخ سفن تفقد لكن ما يدرون وش سبب فقدها وين مكان فقدها لكن تجمعت إنه السفن اللي تضيع والطائرة هذه في هذا الموقع فسموها مثلث برمودا يحكى في القديم إنه أحد العرب ركبوا البحر من غرب أوروبا غرب إسبانيا غرب الأندلس كانت تسمى من الغرب من هناك وأبحروا في سفينتهم ضاعوا فوقفوا في جزيرة ما يدرون وش الجزيرة هذه رسم فيهم المركب حقهم في جزيرة قاموا الصباح لقوا جزيرة نزلوا من الجزيرة هذه ما فيها شيء فيها شجرة بعيد وفيها أرض جزيرة كذا صامتة ما فيها شيء لقوا دابة ما يعرفون وجهها من قفاها لا اله الا الله تمام هذا شيء ثابت حديث لقوا نعم مو حديث هو هنا في الحديث بخص جايك ما يعرفون وجهها من قفاها فقال كانها تكلمتهم وقالت الحقوني فهمت علي فراحوا معها الى شجره الشجره هذه فيها رجل مقيد كثير الشعر وصفوهم بعين واحده كأنه وصف المسيح الدجال فهمت علي؟ هذا الكلام معليش عام كم قلت؟ قديم هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قديم أيام قبل أو على بداية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فسألوه سألهم هل ظهر اسأل عن مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم عليه نبي في بلد بين حرتين حافظ الحديث؟ ماني بالضبط حافظ الحديث في معنى هي ما هو حديث هو قصة هي قصة سألهم عن أشياء مدينة أو قرية أو بلد ما بين حرتين كثيرة النخل فيها رجل يدعي النبوة فهم؟ هم المواصفات هذه كلها قالوا ما ندري عن الموضوع ذا فقال خلاص فطلعوا مشوا من عنده رجعوا للمكان اللي وصف لهم هذا فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدوا الرسول وأخبروا بالقصة فقال إن هذا مسيح الدجال الدابة الدابة هذه هذا الناس هم قالوا وين غربا من أوروبا غربا من الأندلس اللي هو شو مثلث برمودا غربا من الأندلس فهمت فالمؤرخين في توصيفهم إنه مثلث برمودا هذه قد تكون الجزيرة اللي فيها الدابة ولا المسيح الدجال وقد تكون موقع إبليس قال عرش الشيطان عرش الشيطان على الماء فهمت علي قد يكون إبليس قد يكون موقع الدابة لكنها محمية هذه محمية يعني السفينة اللي تجي تطيح أي سفينة طيارة فهمت علي تضيع في هذا المكان يعني المكان حتى لو جت من فوقها حتى لو جت من فوقها
لا تعرف شيء منطقة ما حد يقرب منها سبحان الله يا هذه المنطقة لكن لكن, لكن ما اختفي بعد بعدين طموحك تطير ما بعد شباب ما بعد السماء ما بعد الفضاء في الفضاء يعني بعد الغلاف الغلاف الجوي تمام ما ثبتت حالات انه من مر من فوقها في الغلاف ما ثبتت من فوق الغلاف انه يقع فهمت الفكرة؟ لو الفضاء ويطيح ما هو الفضاء انا اقول لك الغلاف الجوي خليك في الارض الغلاف الجوي فهمت لا اقصد اما في الفضاء وتطيحها من الفضاء ايه لا انا اقول لك كلامك عن الغلاف الجوي انه الغلاف الجوي ما ثبت انه ما بعد الغلاف الجوي احنا نتكلم الان الطيارات تطير في الغلاف الجوي فهمت علي ما تخترق ما بعد الغلاف الجوي ما ثبت الشيء هذا قالوا والله ان طلعنا من فوق الغلاف الجوي وشفنا هل في جاذبيه ولا في مشكله ما اثبتوا حتى لما قالوا انها النقطه السوداء ولا اللي تقدر تنطلق منها الزمن فسروا علماء تفسيرات ترى كثيره انا لسه بسالك يعني ما في الان في طياره طاحت صح في طيارات طيب ما في احد حاولوا يكتشفون حاولوا يكتشفون وارسلوا مستكشفين انتحاريين كذا فهم وراحوا ما جو اوف فهمت ارسلوا اجهزتهم اختربت استكشف واختفى يعني في انت لو تابعت اليوتيوب في منزلين مقاطع صوتيه لاخر لحظات لهم طيب ما يجيكم فضول ان ودك تروح والله انا ودي بس اني والله في طموح والله انا والله ودي بس الجواز من ثلاث برمجه روح وشغل شغله شكرا انا كم مساحه طموح بس لا انا الجواز عندي انتوا بتروحون كيف مساحه كبيره مساحه كبيره هي صغيره بس اجهز الجواز ابو زيد يقول صغيره لا هو مساحته كبيره مساحته الجغرافيه كبيره والله توني ادري ان كذا الموضوع انا افكر مثلث برمودا انه مثلث برمودا لا برمودا شورت واحد في البحر لا واحد في البحر لا هذه قصه حقيقيه برمودا افكر انا ذكرها ابو عبد الله قال مثلث دليل انا ما ادري احد ادري انه في سالفه كيف يطعن سفينه القصه اللي ذكرها ابو عبد الله دليل انه المسيح الدجال موجود في الارض اساسا هم فعلا نقوه في جزيره وجو النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وش الدعاء اللي يجيك من تكفى لو انه من حراه زي اجوج وش الدعاء اللي يجيك من المسيح الدجال اذا جاء امر الله قدر الله سبحانه وتعالى قدر الله المسيح الدجال يخرج اخر الزمان ما تجي سوره الكهف اول عشر ايات صح؟ لا في دعاء بعد ربي امر من اليوم دعاء كل يوم تقول ايش فيني انا هديت حيلي شويه ايوه هم بعد ما يصير ممكن تمر بالانسان اصلا في حياته